الحقيقة يعني في موضوعات كتيرة بتحمي عقول التلاميذ من التأثر بالأفكار المتطرفة، الأفكار الضالة. في موضوعات كتيرة قوي ممكن يبقى الهدف منها أن أنا أربط الإسلام بالحياة الواقعية عشان أحل مشاكلها. فكرة أنك تفصل أو أنك تدي مثل صعب شوية، دي عمرها ما هتخلي الفكرة توصل لعقل اللي قدامك، خصوصا لو شاب. شاب يعني في حتة عند موجودة، سن الشباب ده احنا كلنا عارفين في حتة عند موجودة، يا هتقنعني وتكلمني كده تخاطب عقلي، يا اما خلاص ما تحاولش تقنعني بحاجة. في افكار والحقيقة بنحزن انه يكون في اتهامات توجه الى مؤسسة الازهر الشريف. يعني بنتكلم على اول ما يحصل طبعا حادثة ارهابية، اول ما يحصل حاجة، حد يقتل حد، حد يعمل حاجة، على طول تلاقي والازهر ومفرخة المش عارف. يعني يا جماعة احنا بس على طول كده بنلقي الاتهامات لتلك المؤسسة العلمية. هذه المؤسسة بيزيد عمرها عن الالف عام، بتكلم عن مؤسسة علمية بيزيد عمرها عن الالف عام. يعني بتكلم على تخريج ارهابيين، دي الاتهامات طبعا بتتقال، تخريج ارهابيين، ان انا بعلم الطلاب الفكر المتشدد، ان انا ما بطورش من المناهج اللي عندي. كل دي اتهامات طول الوقت الازهر الشريف بيقولها، مع انه لما تتكلم ورقه وقلم بقى، الازهر الشريف ده فوق الالف عام، الازهر الشريف ده بيقوم على رعايه ما يقرب من 40,000 طالب وافد من 112 دوله، هم وافقوا في مناهج الازهر الشريف، هم ارسلوا طلابهم واولادهم لينهلوا من علوم الازهر الشريف الوسطيه التي عرف بها. الازهر الحقيقه مع كل ده اعلن انه هذا العام سيكون عام المرحله الابتدائيه. عام المرحلة الابتدائية، أنا داخل التارجت بتاعي أخاطب الطلبة الصغيرة، ما تقوليش بقى أبدأ مع الشباب، أنا لازم أبدأ من قبل كده بكتير، وده الصح. والصراحة بقى صح الصح، وكان مفروض من سنين طويلة قوي يشتغل على ده الصراحة، لكن ما علينا. إحنا أولاد النهاردة، الأزهر الشريف قال لك أنا عندي بلان، عندي خطة، أنا حبدأ أشتغل على أهل الشباب من الابتدائي. المجلس الأعلى للأزهر الشريف كان عنده جلسة اعتمد فيها مادة التربية الإسلامية الجديدة للمرحلة الابتدائية. الهدف طبعا من ده انه من خلال المنهج ده ان انا اركز بصورة اساسية على تفسير بعض آيات القرآن الكريم بما يضمن سلامة الفهم لكتاب الله واتقان قراءته، من حيث ضبط الحركات والمجموعة ميسرة من فقه العبادات والمعاملات، ادعم بصور، افهم الدروس عن طريق صور. ما هو دي يا جماعة مواكبة العصر، يبقى عندي الدرس ومعايا صورة، معايا فيديو، حاجة دوكيومنتري، معايا حاجة فيجوال، فتقوم تشد الطفل لده. انت كمان بتتكلم على أطفال، انت هتارجت أطفال صغيرة عشان تشدهم للأفكار الدينية المظبوطة الصحيحة، لازم تبتكر وتواكب السن بتاعهم والعصر اللي هم فيه. الأهداف التربوية طبعا للمنهج هتتضمن ربط الإسلام بالحياة الواقعية لحل مشكلاتها، تنظيم العلاقات بين الإنسان وأخوه في مختلف مجالات الحياة. المنهج هيبقى شامل كل صفوف المرحلة الابتدائية، الطالب هيدخل للإعدادي، يعني بعد ما يطلع بقى شارب كل ده من الابتدائي يطلع لإعدادي مستوعب البيزكس بقى، المبادئ الصح الأساسية للإسلام الحنيف. دي اللي انت بتشتغل عليها، انت خلاص انت يعني رميت الأساس صح، رميت أساس قوي وصح ومعتدل، تبني بقى عليه بعد كده في باقي مراحل التعليمية كلها. يجي بقى بعد كده بقى إعداد منهج للتربية الإسلامية باعتباره طبعا جزء من ثورة التطوير في منظومة التعليم في الأزهر الشريف. تيجي بقى تتكلم في الحاجات اللي تحافظ على جوهر ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وهكذا وهكذا. أنا بعتقد أنه دي نقطة مهمة جدا، وأنا سعيدة أنه هناك خطة واضحة بنبدأ العمل عليها من مؤسسة الأزهر الشريف على طلاب الابتدائي.